فتحت على بركة الله تعالى وتوفيق بوابة الشوط الأول للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي ومخصص لعمر 4 و5 سنوات فقط، إنتاج محلي. وهناك نعم ريتشارد على الصدارة، والجموح متواجد، بصاير الآن على المركز الأول، بصاير وريتشارد والطموح الجموح عفوا. وهنا دخول الآن لرقم للزاهي الراهي عفوا الراهي يتواجد، ورقم 12 تواصيف قادمة، تواصيف وبصاير الآن، تواصيف بأداء جميل وأداء رائع أيها الحضور الكريم. إذا تواصيف وبصاير الآن، بصاير أيها الحضور الكريم مع سيف بن حمد بأداء جميل وأداء كبير. سيف بن حمد أيها الحضور الكريم ينطلق مع بصاير على المركز الأول، وريتشارد على المركز الثاني، وهناك أيضا مرعب على المركز الثالث، ويأتي الآن حسان، ولكن بصاير على ما يبدو، بصاير أيها الحضور الكريم متقدمة معلنة من هنا نتيجة الشوط لصالحها بالمركز الأول مع سيف بن حمد البلوشي. إذن بصاير أيها الحضور الكريم